اكو دائما موروث شعبي برمضان جماعة ابو محابس. محابس يعني للي ما يعرفها هاي، اذا اكو واحد عربي يعني مو عراقي يتابع البرنامج، اذا اكو واحد عراقي يتابع هسه حاليا بهالوقت، المحابس عبارة عن محبس اي كان نوعه، ينضم باثنين ايدين، يا اما بهاي الايد او بهاي الايد، ويجي واحد الفاقود هذا السبع يطلع المحبس، بس مو نفر ونفر لا، فد 20-25-30 نفر، وكله تسوي تشوف ضم ديها، يجيهم يابطين ايدك طق هاي مثلا، هذا المحبس. ملعب الشعب، مو ملعب الشعب يعني بقاعة ملعب الشعب، كل سنة في رمضان تصير دورة رمضانية مال المحبس. هاي بطولة تشارك فيها كل مناطق بغداد ومن كل المحافظات يجون يشاركون بيها. الأمين ضد البغداد جديدة، الوشاش ضد المحمودية، الحسينية ضد الكاظمية، الكاظمية ضد المشتل، وكذلك. البارحة ومن دون سابق انذار وتصير لك عركة بالكراسي وبالبوكسات وبالشلاليق، وين بشهر الخير والطاعة؟ وين برمضان؟ وين وقت الفطور يعني وراء الفطور على مود المحابس؟ هذا أول موضوع عندنا في هذه الفقرة، هي العركة اللي صارت على لعبة المحابس. في فقرة فيس تو فيس راح نشوف هذا الموضوع. مخرجنا أتمنى تنتقل لي لهذا الموضوع. يقول سقوط 5 جرحى أثر نزاع حول لعبة المحابس في منطقة الحسينية شرق بغداد. طبعا هي شنو؟ هي هسه انا قبل لا ادخل البرنامج سولف لي حسوني اللي موجود ويانا يعني قدم له التحيه. يقول حسوني هو من فريقه متعارك، يعني هسه انا من راح احكي على حسوني وفريقه كله، هو فريقه فريق الوشاش متعاركين ضد الحسينيه ضد الكفاح. ادري ليش؟ يعني سؤال وجواب، يعني ايش دعواكم؟ وابو امان طبعا بوقت الفيديوهات زين متاثرين مثلا بحرب روسيا واوكرانيا، لا اشوف الفيديوهات تحكي على الوشاش هيك منه، مو شهر الخير والطاعه مو رمضان، تحكي على الكفاح اليوم اسوي ما ليه؟ يعني انت يعني شنو يعني انتم متاثرين يعني ليش؟ 5 جرحى لا، وهسه حسون يقول لا زادوا يعني ما نقصوا زادوا، يعني اكيد لان هذا تلقى ضربه تلقاها بحرور تتجرح ما بينت في ثانيه من الصبح لقى عينه مزورقه لو لقى رجله مكس. على مود لعبه المحبس هاي، يلا طلع المحبس بيايد منهم، شو السالفه؟ على العموم هذا هو موضوعنا الاول. خلينا نشوف التعليقات اللي اجتنا على هذا الموضوع. يقول سيف اسماعيل هاي بدال الصلاه وقراءة القرآن واحترام حرمة هذا الشهر الفضيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يتعاركون من أجل محابس؟ مو كنتم خير أمة خرجت للناس؟ شبيكم تخبلتوا؟ والله ما أدري شو أحكي. قاسم الراوي يقول رمضان خير وسعادة وعبادة وليس لعبة محابس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اليوم كله تحول بوجهكم. هاي ذكرى العزاوي تقول أو العزي تقول والله لو بكم خير على الماخذ حقكم هيك كان ما صار هذا حالنا، بس أبطال على أهلكم وناسكم حسبنا الله ونعم الوكيل، أيام مباركة الناس تنتظرها حتى تصلي وتدعي وتتقرب من الله وأنتوا هذا حالكم. والله ما هاي ذكرى يعني تعليق جميل جدا جميل عباس يقول فقط للتنويه بمنطقتنا هذا الحادث وفاة شخص أيضا. عمي الموضوع راد له وقفة مو شقة، يعني شنو وفاة شخص أيضا؟ ليش تخلون الناس تطلع من الإسلام من بهاي أفعالكم؟ شنو من ورا محابس يموت شخص؟ لا حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. شو جاكم يا شعب يا شباب يا ناس؟ من ورا محبس شخص يموت؟
ولعبة المحابس الله أكبر، مو صايمين ورمضان، ما نريد نفطر بيكم، ما نريد نطلع النفد مفردا بندم علي البث مباشر. الله أكبر، وفاة شيخ. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء بنا يا الله. ما آخر شيء عمار يقول باكر أهل الدم، لا لا تخاف، أهل الدم أهل الدم زينين. يعني أنا صاحبي يقتل الدوش يشبيدي أسكت وأغلس، يعني ألعب بياضات وعندي 5 بياضات يفرها علي يكين هذا، آه وأسكت وأغلس، يعني عادي. آه دوم هي لعبة حلوة بس ما تصير بيها. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. طبعا